فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الشفاعة يقول المسيح عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما حال الأنبياء الآخرين؟ هل غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر؟ الله أعلم، لا ندري. الله جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم.